المشاكل متاع الشباب التونسي هي البطالة وتمثيليته في مواقع أخذ القرار. بالطبيعة الشيء اللي نجم يخليه يمشي المشكلة ما أكبر اللي هي التطرف العنيف. وقت اللي المؤسسات العمومية تتشاور مع الشباب وقتها تنجم تكون عندها فاعلية أكثر ونتائج أكبر. مع نت مديوث خدمنا في قلعة الأندلس باش نجيبوا الشباب اللي يسكنوا في المنطقة مع الناس اللي تاخذوا القرار باش يشوفوا مع بعضهم كيفاش يحسنوا ويطوروا المنطقة متاعهم. الحقيقة تفاجأنا بالتفاعل متاع الناس الكل وكيفاش بداوا يخدموا مع بعضهم. الناس الكل تشارك والناس الكل تعاون باش يعملوا تغيير حقيقي. والشيء اللي فرح بالحق اللي تفاهموا عليه الناس الكل بدايه نفس وبداوا بتهيئة منطقة مهمشة وولات بلاصة يتلموا فيها العائلات ويفتقوا فيها الشباب مواهبهم. فيها تيران باسكيت، بيتانك، ولي، ستريت وركاوت، بالانسوار، وهذه ما هي إلا البداية ومازال. قبل نت مديوث ما كنتش نعطي أهمية للمواطنة سيتوينتي، بالنسبة لي حكاية فارغة. توا وبخدمة كيما هكا نلقى روحي في قلب المجتمع المدني، ولد المجتمع المدني. ندافع على حقوق الشباب ومكانتهم، نشارك في تحسين وضعية شباب بلادي وبلادي.